طيب على نفس الموضوع يا باسم بينضم الينا ايضا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. دكتور ماجد اهلا بحضرتك معنا صباح الخير. لو تكلمنا عن جامعه حلوان فيما يخص اختبار القدرات، ايه هي الكليات اصلا اللي بيتقدم فيها في الجامعه؟ هل متاح كمان زي ما دكتور اشرف كان بيقول لنا من شويه انه الطالب يقدم في كذا مجال او في كذا كليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم جامعة حلوان تعتبر الجامعة رقم واحد في مصر من حيث عدد الكليات اللي هي هتدخل سباق القدرات من اليوم، لأن حضرتك احنا 7 كليات تحديدا. قطاع الفنون كله، الفنون الجميلة التطبيعية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، بنين وبنات، سياحة والفنادق، التمريض. يبقى احنا بنتكلم على 7 كليات. تمام. يبقى إذن احنا عندنا أكبر عدد وأكبر عدد من الكليات ومن الطلبة اللي إن شاء الله هيقدموا في التنسيق، وده حط علينا دور مهم وكبير قوي. حضراتكم طبعا في دعايه حصلت على موضوع التنسيق او التقدم لاختبار القدرات الكترونيا منذ ايام مضت. فالنهارده طلاب اللي هم انهم امتحان الثانويه العامه بيدخلوا على موقع التنسيق اللي هو www.tanseeq.egypt.edu.eg، بيبتدي يدخل رقم الجلوس واسمه والكليه او اللي هو بيرغب لعمل الاختبار بيها. تمام. وزي ما حضرتك قلت استاذ باسم ان فعلا والدكتور اشرف قال ان فعلا من حقه ان هو يقدم لكذا حاجه، يعني ممكن يتقدم لفنون جميله وفنون تطبيقيه، وارد ان هو يوفق في فنون جميله وما يوفقش في فنون تطبيقيه، وارد لسبب واحد، لان هنا في معايير وهناك في معايير اخرى. طيب مش مجرد الموهبه موجوده او لا، هي موجوده بس الفنون الجميله تخيل حضرتك ليها معايير تختلف شويه عن الفنون التطبيقيه. فممكن هو هي كان فات مع الفنون التطبيقيه وما اقدرش، ممكن ما يوفقش متناسبه مع الفنون التطبيقيه. هو كمان يوسع خياراته، يعني هي فكره كمان كويسه يا دكتور. عشان توسيع الخيارات لقيت العام الماضي في ناس قدمت في الفنون والتربيه الرياضيه. يعني ايه، مجالين مختلفين. فن ورياضه. تمام. يعني دي حاجه. اللي حضراتكم اللي بيميز امتحانات القدرات هذا العام الشفافيه العاليه. الجانب البشري تقريبا مش موجود فيها. وبعدين حضراتكم ده علشان ظروف كورونا يا دكتور ولا ده والله من انواع التطوير التوجه يا فندم من المجلس الاعلى للجامعات. تمام. وتطور من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ان يضمن الشفافيه العاليه في اداء هذه الاختبارات. يعني على سبيل المثال كنا طرحنا فكره في المجلس الاعلى ان مثلا السياحه والفنادق يكون في لابد ان في اختبار كشف هيئه زي ما احنا بنقول او انترفيو بعد القدرات. تمام. ده برضو كان في عامل بشري، فكان معالي الوزير قاطع في هذا الامر، قال لك احنا مش عايزين تدخل بشري في هذا الامر على اساس ضمان الشفافيه التامه فيها، بحيث تبقى الفرص متساويه للجميع وهو المطلوب للجميع. والاعداد للاختبارات دي على فكره شغال من شهور، مش من يوم ولا اثنين. طبعا. يعني في لجان من المجلس الاعلى للجامعات ابتدت تشتغل على اعداد الاختبارات دهيت ونماذج الاختبارات، وكان الاسبوع الماضي كان في اجتماع لكل العمداء اللي هم في القطاعات القدرات. تمام. في المجلس الاعلى للجامعات، وتم يعني ايه تسليمهم الامتحانات اللي هي موجوده. جميل يا دكتور. طب ده فيما يخص الامتحانات، ممكن نشوف مع حضرتك فيما يخص السنه التعليميه، نتكلم على سنه 2021-2022 التحضيرات الخاصه بيها وطريقه التدريس هتبقى اكيد هتبقى مختلفه ممكن من كليه للتانيه، هتبقى معتمده على الحضور اكتر، هتبقى معتمده على اعداد قليله، هتبقى مزج بين الحضور وبين التعليم الالكتروني ولا ايه يا دكتور؟ زي ما حضرتك قلت يا استاذ باسم فعلا هو المزج بين النظامين، احنا بنسميه هايبريد سيستم. لكن الاهم كمان العام القادم ان شاء الله هيكون تطبيق نظام الساعات المعتمده اللي اتكلمنا عنه فيما سبق، ان هو النهارده اغلب الكليات بتعدل لوائحها في فتره شهور الصيف اللي احنا فيها دهيت. تمام. على اساس تتوافق مع تعديل الماده 79 من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات، اللي هي بتتكلم على ان ممكن الطالب ينتهي في دراسته في 3 سنوات. وده تمام. ده حاجه كويسه جدا. سبب واحد طبعا. ودي حضراتكم بمنتهى البساطه ده تطلب من الكليات ان هم يعقدوا مجالس الاقسام والكليات. ده الجديد برضو السنه الجايه. يمكن مش كل الكليات هتشتغل، لكن احنا مثلا في حلوان على سبيل المثال هنشتغل في 6 أو 7 كليات من اجمالي عدد الكليات ال 23 بهذا النظام، والهدف الوصول ان هي تغطي هذا النظام يطبق في كل الكليات وكل الجامعات بحلول امتى؟ يعني يا فندم العام الدراسي 22 23 كله. تمام. لكن 21 22
جزء وجزء يعني ليس بالهين يعني، لكن قد يكون يصل الى عدد نصف الكليات لان في كليات بالفعل بتطبق نظام هذا. الاستجابه يا دكتور يعني جيده بالنسبه للنظام وبالنسبه جيده يا فندم ان شاء الله طبعا، لانه دي كلها حاجات في صالح الطالب الحقيقه، فلازم تكون الاستجابه جيده. الدكاتره تخيلي حضرتك النهارده احنا بنوفر سنه تعليم طبعا ليها كذا بعد، ليها بعد اجتماعي يا فندم، ليها بعد اقتصادي، ليها بعد تخفيف كثافه المرور. تخيلي حضرتك شوفي ما بنتكلم يعني حضرتك النهارده لما كل الناس دي بتنطلق في لحظه واحده وهي رايحه كليتها. النهارده جامعه حلوان على سبيل المثال احنا 190,000 طالب، لما الاقي نفسي خلال سنتين عدد الطلبه بقى 130 او 120 يبقى في فرق كبير طبعا. طبعا وليها بعد شخصي بالنسبه للشخص نفسه والعمر والوقت وكل حاجه. هيخلص الكتابه العسكريه بتاعته بدري صحيح. طيب على اي حال احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتنا يا دكتور، الف شكر لحضرتك.